اول حاجه تتعمل لما الانسان يتحرق، يا يحط تلج يا يحط ميه ساقعه متلجه على مكان الحرق، لان جسم البني ادم بيمص الحراره. فالحرق لو لحقته بحاجه ساقعه هيفضل على الجزء السطحي، مش هيتعمق، يعني الحرارة مش هتتعمق مش ايه داخل هيتعمق. الجلد، اه يعني هتمتص اول اللي هو حاجه البرودة. محلول ملح او ميه ساقعه متلجه او تلج، ويستحسن يكون فيه يعني زي شاشه او كلينكس ما بين الجلد وما بين التلج، عشان التلج برضو ممكن يأثر. يأثر. يعني سيدنا رحمه الله قلنا يا نار كوني كوني بردا بردا وسلاما. وسلاما، لو ما قالش وسلاما كان التلج يعني في فروست بايتس، التلج ممكن يعمل يموت. يموت. فيعني سبحان الله. ففعلا بيكون ده الحل الامثل. اول الحل حاجه ساقعه الحل على الايد. يمكن في يا دكتور يعني يعني بعض العادات والتقاليد السيئة، ان هو مثلا بيحط عليه بعض المواد الزيت، يعني بتبقى حاجات يعني ممكن تضر، يعني ما لا لا، بتفوتش. هو اهم حاجه حاجه ساقعه عليها، وحاجه ساقعه هتريحه من الالم، وبرضه لحد ما يروح للدكتور.